الهوا لاعب سابق في صفوف مجموعه ديال الانديه. خويا عبد الله مرحبا. السلام عليكم الاخ طارق، والسلام على الضيوف الكرام، وصراحه سمو الحاج عبد الرحيم وسي طارق على الاستضافه ديالهم، وتبارك الله عليهم الناس اللي عطاو الكره الكثير للبطوله الوطنيه والمنتخب الوطني. مرحبا مرحبا خويا عبد الله، تتدستي لاعب كبير، لاعب اللي كنتي يعني ان اكزومبل المجموعه ديال لي طالون اللي كانوا طالعين، ولكن بغينا نعرفوا القصه الكامله ديال عبد الله. هو بدا لينا من الاختفاء ديالك، كنظن اخر محطه كانت عندك هي نهضه بركان، حتى شفنا لا فيديو ديالك وانت كتشرح مجموعه ديال الامور. شنو وقع في هذه الفتره اخويا عبد الله؟ صراحه الغياب اللي كان غياب فريق النهضه البركانيه، واسمح لي انا كنهضر معك دابا من وقت من البلاصه ديال الشغل كنت خدام دابا، سمعتيني ولا لا؟ عشكي طارق، المهم علينا. لا مرحبا مرحبا. كانت نهايه المسار ديالي في نهضه بركان، حيت كان عندي خلاف مع سي قجع وحاول يعني يتصل بالفرقه باش ما عبد الله هو ما يعاودش يسلم شي فرقه اخرى، والحمد لله لقيت تفاعل مع ناس اخرين ومشيت للجمعيه السلويه اللي عطاوني حتى هما فرصه. هذه هي النهايه اللي كانت. من تما نعم حبستي الكره؟ حبست 2015 في اخر عام مع الجمعيه السلويه. واخا، ولكن كيفاش الدورات الوضعيه العائليه ديالك والوضعيه الماديه ديالك؟ لان كنعرف بان انت حاليا كتشتغل كعامل بناء، ياك؟ ماشي عيب الخدمه، ماشي عيب، ولكن كيفاش عبد الله هو وصل للدرجه لهذه المرحله؟ صراحه اول حاجه غنقول لك هي انا اول حاجه كاين انتقادات ديال بعض الناس يقولوا بان عبد الله هو خد الفلوس من فراقي وخسرهم ودار وفعل وترك. انا صراحه عندي دلائل وعندي فوتوكوبيات ديال الكونترات اللي عاد راه عارفين هادشي، لان فريق جيش الملكي سميت مع 2015 ملي هو خد الماتيريال النادي البركاني، لعبت معاه نص عام فابور وعام لعبت ما خديش فيه الترونش ديالي. هو فاش كان خصام ما بينه وبين سي فوزي قجع اللي كان رئيس الاتحاد ديال النادي البركاني، وسي الحسين الجديد حتى هو اللي بغيت يمشي للجيش الملكي يخلي 15 مليون تاهي. يعني بلا تمشي معك بنقطه خويا عبد الله، شحال كتسال الجيش الملكي؟ الجيش الملكي كتسال 3 سنين ب 215 مليون. ما خديتي فيها والو؟ وكنمشي معايا لا خديت فيها 25 مليون في الطونش الاولاني، وكنمشي معايا الاخ احمد فضلي لاعب سابق الدفاع الحسني وجيش الملكي وراك تعرفو الاخوان اللي معاك راك عارفوه، كنمشي معايا قال لي انا غندير المناجر ديالك، قلت لي مرحبا ولكن تعاوني اذا كانوا في حال الظروف. كان ساعة المدرب لا ما نذكر اسم ديالو راه مات الله يرحمه. المهم تعاملت معاه انا خاصو تاك عارف اللاعب راه عارفين ملي كتسيني مع المناجر كتعطي 5% ديالو. انا عطيتو 15 مليون دي 3 سنين، قلت ليه ولكن منين نبغيك انت توقف معايا، ملي خديت انا 25 مليون غاتشوف 15 مليون بقات عندي انا 10 سنين، راه اللاعب عارفين هي باش غاتشري صفقة كورة باش غاتشري حوايج، وما كانش ديك الساعة السكنة في الفار باقي ما داروهاش حيدو الدراري من الأبدال، ويلاه غيديروا لهم سكنة في السلة جديدة. أنا كنت كنديبلاسي من السلة ونجيب باش عند الدراري صحابي في كازا اللي كانوا كيلعب معاهم كنعرفهم. فهمتيني ولا لا؟ هادشي اللي كاين. من وراها تبدل السيستم كامل، احمد فضي ما بقاش كيجاوبني، بدا 15 مليون، الاستاذ المدرب بغى الفلوس حيت جيب 12 لاعب جيب ديالو وانا ما جيبنيش هو جيبني الفرقه. انا قلت لي اصلا انا جيبني الفرقه ما جيبنيش نتايا، قلت لي وحنا اصلا ملي كاين لك لعبه كوره جديده ودزنا مع المدربين كبر ومع المدربين المغاربه كتحي جمال والسلامي هما كانوا كيتعاملوا معنا في حالات ملي كتكون الفرقه صغيره ما عندهاش فلوس هما كيتعاملوا معنا. قلت لي ما يمكنش انايا نعطيك فلوس ونعطي الميناجر فلوس وانا ما غناخذ والو. جات واحد المده ما بقاش كنلعب وكنمشي ولا كنطلع ماشي حتى البونت واش كنطلع الاحتياط وما كيعيطش عليا بعض المرات لا ليت فهمتي. واخا الهوا هادشي كامل ظروف يمكن دستي منها خايبه ودازوا منها بزاف ديال اللاعبين، غير اسمعني بزاف ديال اللاعبين دازوا منها وعاد، ولكن من بعد كنعرفوا بان اللاعب كيمشي كيحط له دوسي ديالو عندك لو كونترا ديالك راه حقك كيرجع، علاش ما درتيش هذه الخطوه؟ ما كنت انا صراحه ما نكذبش عليك انا النيفو الدراسي ديالي حدي السادس، باش ما نكذبش عليك نقول لك انا باك ولا انا حدي السادس ما عارفش مزيان، هما اصلا كانوا كيديروا لنا شي حوايج في الكونتراج راه اللاعب عارفين الا ما كانش عون قضائي ولا شي واحد قاري مزيان ما تعرفش شنو مكتوب في الكونتراج. فهمتيني انا كنت مزيني في الجديده خمس سنين كناخذ نفس البريم سينياتور ونفس الصالير شحال فيه، انا كنطير في الفرقه وكناخذ 7 مليون بريم سينياتور في العام وكناخذها في الفرقه وكناخذ صالير في 4000 درهم وشمشيني واللعابه كل عام كيجدوا معاهم. بلاتي هضر على في درهم، يا ما تكتمت الله وكت يا ما
تألق وكان طير كناخد 7 مليون في العام في سنين شهور وكناخد 4000 درهم في الشهر لمدة ديال واحد 5 سنين واللاعب اللي كانوا معايا كحمار وصعصع ورضا رياحي والدراري هذيك الأسماء كاملين كانوا كل عام كيجيو وما يشدوا معاهم الكونطرا أنا ما كانوش كيعيطوا لي يقولي جا عندنا البلوم نشدوا معاك ولا ذاك كنقولوا ذاك ما عارفش أخلي فهمتيني ولا لا هذا هو هذا هو الفرصة اللي استغلوهم بأن أنا ما عارفش أخويا كنت عارف أني أنا نمشي نوصل معاهم هذا الشيء ديال القانون وأنا نستافد فهمتيني ولا لا واخ طارق سلام خويا عبد الله سلام خويا طارق كلشي بخير الله يحفظك ربي يخليك حياتي كل العائلة ديالك الله يحفظك ربي يخليك خويا عبد الله في هذيك الوقيته اللي كنتي انت يعني متوهج فريق الدفاع الحسني الجديدي وكما كنقولوا انت اللي كنتي كضرب البالون في هذيك الساعه راه كانوا جاوك عروض من فرنسا جاتك من لوهافر جاك الوداد جاك عرض ديال الرجاء شنو السبب اللي خلاك على انك انت ما تمشيش وتستافد اكثر ماديا وبقيتي متشبت على انك تبقى في الدفاع الحسني الجديدي لا ما تشبتش باش نبقى انا في الدفاع الحسني الجديد الاخ طارق يعني الفريق كانوا كيجيو عروض وما كانش يقول لنا اخويا طارق راه بان جاو عروض من الوداد ولا من الرجاء كان شي خبي عليك فهمتيني حنت باقي جون باقي صغير خاصو فهمتيني يعني خاصو يمصلك دمك باقي خاصك تلعب معنا انت عارف ولا شي كره اخويا طارق كانوا شي يوهمونا باش يقول لك خاصك تجي فرقه من اوروبا نصيفطك انا فرقه من اوروبا في المغرب حتى لك تبقى في الفرقه عندي وحنا كنا صغار وقلنا طيش ما عارفينش كنت كنقول لك صاحبي كنت شي معاه في الهضره ديالو هادشي اللي كاين اخويا طارق هما كانوا كيجيونا عروض وما كانوش يقولوا لنا وجاونا العروض من الامارات كان ديك الساعه عبد الرحيم طالب كان شاد الشريقه في الامارات وعيط لينا انا وعيط لي بغيت نرد الرياحي وبغيت شي متحمل وبغيت تصعد ونقص رئيس التومي كان ديك الساعه قال لي ما يمكنش نصيفط انا هاد ذاك اللعابه راه هما الفرقه وحنا مكبار من والو تدست واحد المده ديال شهرين عاد عرفنا بان راه جات الفرقه ما كانش عندك وكيل اعمال ديك الساعه انت والو ما حنا ديك الساعه طارق وسيمو بالحاج وعبد الرحيم الدري اللي عارفين بان في ديك الوقيته ما كانوش وكيل الاعمال بزاف راه كانوا شي خمسه شادين دراري بزاف فهمتيني ولا لا يعني حتى كتقدر تهضر على راسك وحنا ما كنا ما عندناش اللي هو اللي هو طالع باش نهضر على راسك وي واخا طلحه تفضل السلام عليكم سي عبد الله بخير سلام خويا طلحه كلشي بخير كيدير بخير لاباس عليك الله يحفظك صحه بخير الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يحفظك الله يكبر بيك والله يحفظك صراحه حنا راه كلاعبين اللي مريت في فريق الدفاع الحسني الجديدي ودست تقريبا من هذيك المرحله اللي تمريتي منها حتى انت في ليسبوار وطلعتي ليكيب بريمير يعني راه عارف انا تقريبا واخا ما جابتش الظروف ان تلاقينا كتكبر منك انا والتحقت بها انا شرف كبير كنهضر معاك شحال ما هضرتش معاك خويا ولا شفتك الشوط انا صراحه انا مأثر بزاف انا نقولها لك لان كنقول انا اولا انا غنجبد لك جمعيه ديال اللاعبين غنجبد لك كل شيء دابا تكلمتي مع نبيل ومع طارق بما فيه الكفايه الجمهور والمستمعين راه سمعوا دابا الكا ديالك انا تاثرت لان انا دست من ذاك الفريق ونقول لك انا الفريق عنده الرجالات ديالو عنده لاعبين قدامى في المستوى الكبير جبت لك اسماء ديال بابا والشريف والقداني وارسلان ورضا والقائمه طويله وكنستمسمع اللاعبين ما تقراش اسماء ديالهم انا مريت مع هاد اللاعبين كلهم اللي لعبوا معايا واللي تقريبا اللي كانوا قبل مني انا كنعرف بان جديده عندها رجال ديالها ما يمكنش يسمعوا لاعب كعبد الله الهواء اللي عطى الشيء الكثير لفريق الدفاع الحسني الجديدي والفرق الوطنيه وغيبخل عليك يعني هاد اللاعبين انا اول حاجه كان الرساله ديالي للجمعيه ديال قدماء لاعبين ديال الدفاع الحسني الجديدي هي اللي خاصها دابا تقوم بالدور ديالها والمهمه ديالها خاصها تكون دابا وتحمي وتحضن الاولاد ديالها واللاعبين ديالها لان ما علاش سمات جمعيه ديال قدماء اللاعبين الا ملي كيوقع شي لاعب شي حاجه بحال هكا خاصها يكون الدور ديالها وخاصها تدخل انا باغي نوجه الرساله ديالي للرئيس الجمعيه اللي صراحه واخا ما تعاملتش معاه بزاف اللي دابا كنشوف هو صعصع كيخرجوا قول لي الاسم ديالو فكرني في الاسم ديالو الصراحه الاسم ديالو ايجورك هو داز لاعب هو داز لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي طلع اسمح لي يخرج الجمعيه وانا كنقول حتى الفريق اكيد دابا الجمعيه هي اللي غتكلم مع الفريق شوف حيت الجمعيه هي اللي غتكون عندها الدور باش غتكلم باسم اللاعب غتكون باسم اللاعب على الاقل لاعب دابا انا شوف انا شفت الفيديو ديالك اسمعنا نكمل واحد النقطه ونخليك تكلم عبد الله حيت كما قلت انت جميع قدماء اللاعبين انا كنستنيش نتسنى من غير شي واحد يحرك شي ساكن فيه حتى شي واحد ما حكي ساكن وناضوا من مورا مني درت واحد الفيديو الاولاني ناقص ايد جوك وش صعصع وسي يوسف قدي اصلا ما لعبش في الدفاع الحسين الجيزي خاصو ولا في ليفار خاصو تكون جميع قدماء اللاعبين الجيش الملكي صراحه هذه من الجهه الاولى ما خاصش تكون جميع قدماء اللاعبين الدفاع حيت ما لعبتيش فيها ماتش وثوما هي ثلاثه ما خاش قلتوا لي واحد كامل اللي ضرات انا في خاطري ما تفسر اي جول قلت لي ان هذا هو مريض خاصو يداو نفساني لا صاحبي
انا خاصني على المورا جيبوني عندكم انا خدموني معاكم ردوني معاكم صح بلاش هما واش فيتي انا مريض اخويا اسمعني اخويا طاحوا سمعوني اخوتي واش انا مريض كيخدم الله يحفظك واش انا مريض باغي يخدم باغي يضرب برا فلوس باش يعيش ويخلص كراب ويدير الحوايج وما يمكنش صاحبي راه جرحني بهذه الكلمه ديال السيد المريض باش يتهرب هو من المسؤوليه فهمتيني ولا لا وراه وما خاصهم يتحركوا كما قلت انت هكاش بغا نزاد سالي ونجاوبك وما خاصهم كما قلت انت يتحركوا في هذا الوقت هذا اللي انا محتاج ليه حيت كنت محتاج ليهم دابا 3 سنين وتا واحد فيهم ما جا عندي وتا واحد ناقل عليا وصراحه لعبت مع عادل ويوسف ودربنا وكيعرفني مزيان ومعاهم لاعبين اخرين حتى هما لعبت معاهم من غير اي جوك انا ما كنعرفوش وما لعبتش معاهم ولكن ماشي يقول لك كلمه ويقيسنا راه حرام عليك وكنت كنتسنى المساعده من دوك الدراري يلعبوا معايا ولكن الغالب الله العلم لله شنو في راسهم انا اصلا ما عمري كان عندي شي نقاش حاد مع شي واحد ولا تعايش مع شي واحد بالعكس كنت اضرب واحد معاهم كثير انت دستي كالمه الهوا خويا زعما عمرنا ما سمعنا عليك شي حاجه انا والله العظيم كنت ضارب شي واحد فيهم وانا نقول لك نجي كفار والله العظيم ويوميا ملي كنبغي الناس كنقول واحد الدعاء وحق الله العظيم ما ضربتش واحد كنقول اللهم اغفر من اسائي لي ومن اسائي لي حتى انا عارف ما ضربتش واحد وبالنسبه عبد الله بالنسبه للرئيس المقترض رئيس نادي عمرو جات شي اتصال من عنده عمرو صراحه دوك الناس كنمشي عندهم كيستهزئوا بيا كتمشي عنده كيصحابك باغي تطالب بيه كيبغي يضرب انا كنقول ليه 4 سنين كنمشي عنده الاخ كنقول ليه انا راه باغي ديبلوم ديال التدريب ما باغيش هذا هو المهم شي شوف حتى الديبلوم ديال التدريب انا سمعت شي يقولوا لي سمعت شي يقول لي تيقول لي واخا سيدي غنديروك مع هاد الناس ولكن ملي كيوصل الوقت ديال الديبلوم كيصيفطونا لاخرين ما عندهمش علاقه بالكره تكي كيعيطوا لي الناس ولا تكنلقى لك شي مليح في الفيسبوك لان الناس مدوزه ومصوره معاه معطينا الدبلومات صافي انا فين كيبقى في الحال ومرضتش عليه قلت واش غنقتلنا في هاد الناس 4 سنين اللهم نخرج نضرب تمار اخويا ونصور خبيز نعيش به وهاني مع راسي واخا انت واش غندير انا الهوا هذا الصراحه الهوا امتى بديتي هاد العمل ديالك جديد كعامل بناء امتى بديتي صراحه دابا بديتش بمده ديال سيمانه باش بديت من بعد شنو من بعد شنو علاش قررتي شنو اللي خلاك ما اش نقول لك ما لقيتش حل ما لقيتش حل ما لقيتش حل اخويا طارق سي عبد الله لقيتش حل عبد الله صراحه سي عبد الله حنا جديده تبارك الله فيها واحد 25 ديال البشر ما فهمش اللي كتدق بابو ما كاينش اللي كيعيش السلام عليكم هذا هو المشكل اللي عندنا حنا في المدينه هو معك اول حاج معك اول حاج السلام عليكم خويا عبد الله محمد بخير كيدير اخويا كلشي مزيان كيدير مع الصحه وكلشي مزيان الله يحفظك العائله حياتي ليك ولا الى لا فامي والحاج خويا الله يحفظك خويا والصديق ديالي عبد الله الهواء بزاف الحمد لله معكم صراحه دوزناكم واحد الوقعه شي زوينه الحمد لله في الوطن الوطني منتخب في منتخب محلي وكنت كنمشي عنده في الجديده دائما كيرحب بيا احسن ترحيب الحمد لله لعبنا معاهم الحمد لله كنحترمك بزاف وراك ود الناس والخير اخويا الله يحفظك الله يعزك خويا نتمنوا لك كل خير اخويا تستاهل لانك الحمد لله داز لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي بشهاده الجمهور واللاعب اللي دازوا معاه اللاعبين الكبار صراحه عطى الفريق نتمنوا ليه الخير ان شاء الله العمل هو واجب كنا الحمد لله ناس هذا العمل هو اللي كيكون حلال طيب الحمد لله واجب ونتمنوا ان شاء الله تدخل ان شاء الله المسؤولين لان تستاهل كل خير ان شاء الله اخويا عبد الله يا اخويا السيمو اللي كنتسنى راه حتى ما لقيناش حل اخويا محمد راه شي علاش ما لقيناش الحل قال اللهم انت نخدموا الخبز راه ماشي عيب انه الخدمه ماشي عيب ولكن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله اسمح لي الخدمه ماشي عيب ولكن انت راك تسر رزقك بزاف ديال الفروق راه اخر على ما اظن على حساب اللي وصلنا حاليا راه في 2013 2014 راه باقي كتسال 28 مليون راه هذا هو المشكل اللي بغيت نقول لك عليه انا وما خديتش من هاد الشريال ولينا في نقاش حاد مع السي فوجا قزع على قبل ماتش صاحبي ما يمكنش حنا لاعبين ماتش مع الجمعيه السلويه راه انتوما كتفهموا في الكره مزيان وسي محمد ديفونسور وطارق ديزبول ولا عبد الرحيم انا كتعرف الكره شنو طرا كنا لاعبين ماتش مع الجمعيه السلويه رابحين بواحد لواحد جات كره دخلت بها الكره ديال الزويج انا اللاعب قاسمي طحت بحال التمويه الحكم قال لي بغيتي دير التمويه عطاك بطاقه صفراء ما كاين والو دينا الماتش دوز زعما عطاك كره في السماء سجلت انا والدرب شربح ديال جيت فيه براسي جبد لي حكم حمراء الماتش اللي جاي من وراه لاعبين في جديده قال لي سير قجارك خديتي حمراء بالعاني باش ما تلعب ضد الفرقه ديالك في جديده وانا كنلعب ضد الفرقه ديالي في وجده وتقاتلت معاهم حتى الدقيقه 90 كنجري حتى الدقيقه 93 كنجري الوحيد اللي بقى يجري حتى الدقيقه 93 وقال لي المدرب ماشي خاش كنا هو داك الدري اللي بقى يجري حتى ديك الوقيته قال لي داك كان عندنا في جديده وتهرس وجا البركان وانا مت معاهم اخويا كانوا غيطيحوا دوزيام ديفيزيون مت معاهم لعبت معاهم 6 شهور في صوبات الفرقه والعام اللي فات عاوتاني كان المريني والمدرب السويسري كانوا غيطيحوا عاوتاني بقيت معاهم العام كامل في صوبات الفرقه اذا ماتش واحد ناخذ فيه حمر
دير لي مشكل وما عطانيش فلوس راه حشومه من عند الله سبحانه وتعالى حشومه. خويا عبد الله دابا انت راه وصلتي الرساله كلشي الحمد لله متضامن معاك ونتمنى ان شاء الله نسمعوا عليك اخبار الخير ان شاء الله من الرساله خويا حيت انتما والله العظيم حيت هو خويا اللي عاوتاني كان سيربي هو انك خبرتي يعني حتى شي واحد ما بقى عارف عبد الله هو واش عايش هنا بعدا في المغرب ولا طريق خويا طريق شي سنين وانا سد عليا في الدار عمر شي واحد جا دق عليا انت هو انت مزوج عندك وليدات ما كنا عندي الله سبحانه وتعالى وخوتي قود عليهم صراحه عندي الله سبحانه وتعالى عبد الله نهضروا دابا صافي نساليه نشوفوا المستقبل دابا عبد الله دابا نسى الماضي ونسى دابا الحمد لله دابا لاعبين قدام ولاعب حنا خوتك شوف حنا المهم هو ان دابا الرساله ديالك توصل هو انك خاصك تدير ديبلوم بعدا هو الاول ديبلوم اللي غديرو راه الرساله ديالك على الاقل خاصك تمشي ديبوزي الدوسي ديالك في جهه ديال الوكاله عبدا راه هي تما وتحط لهم الدوسي ديال ديبلوم ديال انت باقي ما دوزتي لا دير والو ياك باقي ما دوزت والو ولا حطوا لهم راه عندك الحق عندك اهليه بانك لاعب يعني دولي لعبتي في المنتخبات الوطنيه لعبتي فريق الدفاع لعبتي في الانديه عندك الحق اي منطقه دابا انت كتواجد عندك الحق تتحط الدوسي ديالك وتحل وشوف وتفتح صفحه جديده مع حياتك وتبدا ان شاء الله في مجال كيما لعبتي وكيما عطيتي في مجال كروي نشوفوك ان شاء الله مدى التدريب ان شاء الله واللي زوين في عبد الله هو انه كيطلب عمل كيطلب خدمه كيطلب ديبلوم ومشى يعني على كتافه ومشى كيخدم باش ياخذ القوت اليومي ديالو. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.